اليوم افتتحنا معرض صناعة الوطنية لمواد البناء غني عن التعريف. هذا المعرض احنا كوزارة الأشغال العامة نحب نشارك في هذا المعرض للإطلاع على أحدث المواد يعني المصنعة في السوق المحلية والمنتجات المحلية بالكويت، دولتنا الحبيبة الكويت. طبعا المواد المحلية قاعد نستخدمها في الجهات الحكومية سواء في مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، وأثبتت جودتها من خلال الفحوصات المختبرية إنها مواد يعني عالية الجودة وحقيقة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.